أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فنان مع إيمان. ضيفتي اليوم فنانة شابة مغربية غابت عن أرض الوطن تقريبا 25 سنة. ضيفتنا اليوم فنانة جليلة. اذا مرحبا بك فل الغناء المغربي جليلة. مرحبا بك ايمان، ربي يخليك. سعيده بالتواجد ديالك بزاف معايا. وانا اسعد، ربي يخليك. اذا بعد غياب ديال 25 سنة جبتك معايا اليوم فنان مع ايمان. جريتيني ياك، جريتك من ودنك. فين هما الاقزام السبعة جليلة؟ خليتهم في الدار. خليتهم في الدار، علاش ما جبتيهمش؟ ناسين. اذا جليلة، تكاسي ولا نكاسي؟ كاسي. كاسي داكو، يلا. اذا جليلة، احنا عرفناك او تعرفت عارضة ازياء، اشنو اللي خلى جليلة تتجه من بلاتي؟ انا راه ماركت كورة. صافي صبري، ما تغشي، غتغشي من الاول. يلا قلنا بسم الله. يلا تفضلي. اشنو اللي خلى جليلة تتجه من مجال عرض الازياء للغناء؟ شوفي، انا كنبغي ندير كل شيء عامة، كنبغي ندير كل شيء، يعني كنبغي ندير عروض ازياء، كنبغي نقدم برامج. حضي راسك مني، تبغي بلاتي راه انا اللي غنلعب. انت لا تلعبي، راه دخلتي كره ماهر. يلا لعبي. قلت لك تنبغي نقدم برامج، تنبغي نعرض ازياء، تنبغي ندير كل شيء. ماشي شرط عندي لا خصني ندير موديلينغ ولا خصني نغني، ما خصني ندير والو. انا تنبغي ندير كل شيء وباقي غتشوفيني. مازال باقي مازال جديد من غير عرض الازياء والغناء؟ طبعا غتشوفيني في التمثيل، غتشوفيني في التقديم، وقيلا غناخد البرنامج ديالك. لي الشرف، بالعكس تجي بداي تقدمي معايا جليلة. ودابا خلينا نلعبوا، بقى غادي تفوزي. صافي غير هذا لا، باقي يلاه بدينا، باقي الطرح. يلا نبدا. يلا انت عندك دابا الكواري المخططين. انا المخططين ياك. انا عندي هادو، انت عندك هادو. اوكي، انا ما عرفتش غادي ندير. المهم اكيد انت غتفوزي عليا. لا لا لا، يلا بدينا، باقي الجيم في الاول ديالو. اذا جليلة، كيفاش اول مره اكتشفتي ان عندك موهبه الغناء وحسيتي براسك قلتي جليلة خصها تغني؟ شوفي، انا من انا صغيره تنقول جليلة خصها تغني، جليلة خصها تدير موديلينغ، جليلة خصها تمثل، جليلة خصها تقدم برامج. ما عنديش حاجه معينه مركزه عليها، فهمتي؟ من انا صغيره كنت كنقول انا خصني ندير كل شيء، ماشي شرط كما قلت لك ندير غير الغناء ولا ندير. من انا صغيره، وانا اشتركت على فكره في برامج غنائيه. كنت صغيره بزاف، ما قبلونيش، كان عمري 16 عام. تبارك الله، من 16 عام ومشيت بوحدي. كان في دبي. دبي. مشيت بوحدي وما قبلونيش حيت كنت اندر ايج. فرجعوني. البرنامج الثاني تقبلت فيه، ولكن صار خليني نكون صريحه معك شويه، في بحال وسطات. خليك صريحه معي بزاف. ماشي شويه، بحال وسطات. قبلوني في اول مرحله، ولكن ثاني مرحله قالوا لي تبارك الله، كانت وسطة. كانت واسطة، ولكني انا يعني كنت واثقه الموضوع في ان ما كانش موضوع تندب. البرامج الغنائيه تقريبا 3 ارباعها فيهم واسطه، ولكني انا ما يئستش، ما قعدتش في الدار وحطيت بكيت على الاطلال، ما يئستش والحمد لله. الحمد لله. كيفاش جاتك تفضلي لامي؟ كيفاش جاتك جليلة الفرصه اول مره انك تطلعي تاخذي مايك وتغني؟ جاتني اول مره فرصه اغنيه من الحان وليد الشامي، اللي هي ما غاديش نسجل جول. دابا فاول، دابا قصتي الكره ولا ما قصتيهاش بعدا؟ ما قصتهاش، متاكده يعني؟ غناخذ فاول. اوكي. اغنيه اذوب الحان وليد الشامي اللي كتعرفيها، كتعرض علينا طبعا. طبعا كتعرض لكم، والحمد لله حققت نجاح كبير في الوطن العربي وفي المغرب. هذه اول اغنيه انا سجلتها، يعني اول اغنيه سجلتي، اول اغنيه درتي فيديو كليب. ما كتضيعيش الوقت. ما كنضيعش. برافو عليك. نعجبك. لا معلمه. اوكي جليلة، علاش ما غنيتيش مغربي؟ ما انك مغربيه، غنهضر من بعد اكيد على العلاقه ديالك بالمغرب، ولكن علاش ما قلتيش اجي نغني اول مره مغربي؟ انا شوفي، دابا كما كتعرفي دابا الاغاني المغربيه دابا طلعت موضه. والو مالك مع الفاول؟ مات. ركزي شويه، ركزي، لقيتي غادي بهاد الوتيره بخاف عليك مني. فيز اتونسيون. الاغاني المغربيه دابا كما كتشوفيها موضه طالعه. الكل كيغني مغربي، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. راحتي تمغزل انا، ما تخافيش. الكل كيغني اغاني مغربيه. وي.
وانا قبل ما تولي موضه كنت باغي نغني مغربي، ولكني كنت باغي نغني مغربي بحت، ماشي الاغاني المغربيه الخليجيه او الاغاني المغربيه العربيه، فهمتيني؟ يعني البيضة ما كنتش باغي نغني الاغاني هذه، ولكني ما لقيتش اللي نتواصل معاه، ما لقيتش الدعم المغربي، ما لقيتش. وهذا الشيء بصراحه كيقلقني بزاف. غادي نجيو لهذا هو السؤال اللي جليله. انت مغربيه اسبانيا من جهه الاب ديالك، الاب ديالك جنسيه اسبانيا والام ديالك ماشي جنسيه، هو اسبانيوني. هو اسبانيوني انا اسبانيول، والام ديالك ماروكان. داكشي علاش خديتي هاد لابورتي هادي؟ تبارك الله. سوريه من جزائريه ديال سلا وجدك جزائريه. شوفي تاني اللي كلشي فرع في العائله كومبينيشن. عرفتي كومبينيشن اخرى؟ شوفي فكري شويه. ومن مواليد ديال سلا، ملي كان السن ديالك 6 شهور يعني مازال بيبي، مازال بقى برد ضياع، مازال بون، مازال كنحب شويه. وجيتو لدبي من هذيك الوقيته ما زارتش جليله نهائيا المغرب. علاش؟ على ما مشمش اللي طاب ما كلاش. لا انا كما قلت لك ما زرتش المغرب، يمكن ما سمحتش لي الفرصه، وانا عارفه المغاربه بزاف كيعرفوني ومقلقين مني، كتسحب لهم ان انا ما كنبغيش بلادي، دخلتي الكره ديالتي. برافو عليك، خذي فاول. يلا شكرا. هاكي حتى في ما بغيتي جيب نحطها. بزاف ديال المغاربه مقلقين مني بسبب هذا الموضوع، كيسحب لهم ان انا ما كنبغيش بلادي ولا ما بغيتش. بالعكس انا كنفتخر ببلادي وبغيت نمشي نشوف بلادي، ولكني انا حصل لي واحد الظرف. الوالد الله يرحمه توفى، الله يرحمه، وكنت غادي نشوفه، ولكني في هذه الفتره اللي انا كنت غادي نشوفه فيها كنت غادي للمغرب، توفى الله يرحمه، وما قدرتش نمشي. ما نكذبش عليك ما قدرتش نمشي، ولكني انا تنوعد الناس كلها اللي قاعده كتفرج عليا دابا ان شاء الله ان شاء الله غادي يفرحوا فيه، وغادي نمشي للمغرب ان شاء الله في الربيع. نعم ان شاء الله اول زياره لي للمغرب، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله. ما تقلقوش مني. لا صافي انا ما تقلقوش منها، عافاكم. غادا تهبط عندكم في الربيع، هي جرينا عندكم، غتجيكم مع بالنعمان ونهار الشمس ياك. ضروري تكوني موجوده ان شاء الله. الله يا ودي يحصل لي الشرف. ها انت خديتي فاول، شتي عاديتيني دابا عاوتاني. خذي يلا حركه كيما بغيتي. عافاك ندخل الكره صاحبتي. دخليت، تفضلي تفضلي. ها الملعب امك واريك مبلاصين، بلاتي على موريك. علاش ما تحطيهاش هنا؟ لا لا هنا 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 هنا. يا عندها كيما تدخليها. نعم دابا ما دخلتهاش. ارجع دعي لي ندخلها لعك نفسي. لا لا غادي تدخلها ان شاء الله. اذا ما دخلتهاش انت راه خاصك واقع على الكره تكون هنا، وهذا والبوش يكون حداها، باش غير ها وتوكلي. اذا جليله عندك يعني معروفه ما شاء الله في الوطن العربي. كان غير جليله وحده الخليج. كاين غير جليله وحده، كاين غير جليله وحده، غير جليله وحده. صراحه والله الا بصراحه ما كنتش ما حطيتش هذه القضيه في بالي، انه كاين غير جليله وحده. ما شاء الله منفرده في كل شيء انت، اكسكلوزيف. ادوب ادوب في حبه، اموت 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 في قلبه. قلبي وروحي
اروح 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 الى فدوى. عمري انا عمري انا عمري بدون ولا يسوى. بما انك يعني لا 25 سنه ما شاء الله وانت في الامارات اكيد يعني بنت البلاد وليتي طبعا علاقتك بالفنانات المغربيات يعني عندنا واحد النسبه كبيره من الفنانات المغربيات اللي عايشين في دوله العرب الامارات العربيه المتحده صح. علاقتك بيهم يلا لك الكلمه نقول لك الكذوب ولا الصح صح والصح وحطي تحت منها ثلاثه الخطوط بالحمر 10 بالقرونه مش غير ثلاثه يلا حلو شعرك شوفي ماشي ما نقولكش احنا صحابات وي ار نوت فريندز يعني كلوز فريندز ولكن الا شفتهم في شي بلاصات كاين اللي كتسلم وكاين اللي ما كتسلمش كتشوفك وما كتسلمش يمكن عندها قصر نظر يمكن يمكن حيت كان شعرك حل وقيلا ما كانش دابا بدلت مع فرانس انا كنستغرب منهم هادو بعدا ولكني ما عنديش انا ما عندي مشكله مع حد ولكن هما اللي عندهم مشكله معايا والمشكله الكبيره كتلقاها هي عندها شركه انتاج كبيره واش كتشوف لك في ديك مثلا الكليب اللي صورتيه ولا كتشوف لك في الاغنيه اللي غتنزليها ما عجبهاش خصها هي اللي تنزلها وهي اللي تغنيها بالعكس حنا في النهايه مغربيات خصنا نكونوا على قلب بعض خصنا نكونوا متحدين حنا ماشي في بلادنا حتى لو عشنا هنا 100 عام طبعا الدوله هذه ما قصرتش معنا في شي حاجه ولكن وكنبغيها يعني كبرت فيها ودرست فيها وعشت فيها احلى ايام طبعا حياتي وطفولتي ومراهقتي ولكني في النهايه احنا مغاربه خصنا نكونوا متحدين خصنا نكونوا كنبغيو بعضياتنا كنحبوا بعضياتنا بزاف ومنين كنهضر مغربي انا يعني منين اكثر وحده في الدار كنعرف نهضر مغربي كلهم كيستغربوا كيفاش انت ما مشيتيش المغرب كتهضري مغربي بهذه الطريقه وبهذه السرعه لانه ما شاء الله من عندك سيموا بزاف غبتي على البلاد لا غنهبط معك في الربيع برافو بارك الله عليا وصافي بارك الله عليك الله يحجبك واقيلا خصني انت باقي لك غير كحله صافي ناري والله ما تدخليها شاده معك الخاطر من قبيله واقيلا لحظه واقيلا هذه الله اعلم كري مليار كيبغي العقل انت ما شاء الله عليك ذكيه ذكيه ولكني اخر مره لعبته كان عمري 10 سنين اوكي جليله في نظرك كاينه الغيره ما بين الفنانات طبعا كاينه الغيره طبعا غيره قاتله تقدر تكون ما بين فنانتين سواء كيغنيو كيمثلوا واتيفر تكون فغي كاين اون فغي غولاسيون ديال الصحبه ولا انهم كيكونوا جوج يعني كاين عندنا واحد المثل في المغرب ما عرفتش كتعرفي ولا لا كيقول لك عدوك هو اخوك في الحرفه هذا المثل صح ولا لا بالنسبه لك لا ماشي صح ماشي صح ان اخوك وعدوك في الحرفه لا وانت دابا كتقولي ان الفنانات يعني صعيب باش يكونوا جوج فنانات ويكونوا صحابات ديال الصحابات ما تلقايش فنانه صاحبه فنانه ما تلقايش يعني ممكن تلقايها سلام كي دايره لاباس ما تلقايش اكثر من السلام ممكن قليل ما تلقاي وحده كتبغي الخير لوحده اكيد غادي نبغي الخير راسي طبعا اكيد غادي نبغي الخير راسي اكثر من الفنانه الاخرى هذا شيء طبيعي هذه انانيه طبيعيه كل واحد كيبغى راسه يكون هو التوب نمبر 1 طبعا أكيد. طبعا حب الذات طبعا كيكون موجود طبعا كتوجد لنا شي اغنيه جديده غير التمثيل حاليا انا نزلت سينجل من فتره هو سينجل خليجي عراقي ما خداش حقه بزاف حيت كنت الفتره هذه كنت يلا بديت كنتقطع صارت لي ظروف عائليه قلتها لك نعم صارت لي ظروف عائليه وفاه الوالد وفاه اخوتي الاخوه ديالك الله يرحمهم الله يرحمهم ما صورتوش كنت غاد ناويه نصور ولكني ما صورتوش ولكني دابا انا ناويه نرجع ان شاء الله كما قلت لك باغيه نرجع باغنيه مغربيه ما نكذبش عليك مقلقه منهم ولكني باغيه نرجع باغنيه مغربيه وبلاس ان شاء الله غادي نرجع في التمثيل يعني كما قلت لك هكا وهكا
وحده راسك رانا كنقدم البرامج ياك وحده راسي غدوري دابا على كاع المجالات وترجعي للاعلام واخا لا مرحبا لا ما تخافيش انا يلا كنحيي اي واحد يدخل في مجال الاعلام انني كنعمل بواحد الحاجه خليك متميز دائما ما تشبهش بالناس طبعا طبعا خليك وحتى حد ما كياخذ رزق الثاني وي يعني جاست بي ديفرنت خليك ديفيرون على الناس ديما وربي اللي كتبوا ليك غادي تشوف غادي يجيك حتى عندك ياك برافو عليك متفقين على هذا بالضبط ودابا بقات لينا غير نوار ناري الا غلبتيني لا 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 مازال مازال شوفي انا داك لاصت الشمس انا من قبيله وانا كنعطيك في الليفا ولا صاحبتي شو بغيتي هادشي فين كينزل هادشي من كيف اكيد حنا كنمثلوا بلادنا ماشي غير حنا جميع الناس اللي كيكونوا في جميع الميادين وجميع المجالات ماشي كيقتصر هادشي على الاعلام او على الفن او على التمثيل جميع المجالات مهما كانت بسيطه بصح. ومهما كانت الوظيفه ديال الشخص فيها بسيطه الا وهو كيمثل فيها بلاده بصح. اي شكل من الاشكال اذا جليله ما غتصوريش لنا شي فيديو كليب جديد ان شاء الله انا كنفكر نصور الاغنيه اللي انا العراقيه, العراقية ولكني تنفضل ان نصور الاغنيه المغربيه ان شاء الله لقيتي كلمات ولا مازال ما لقيتش مازال ما هضرتش مازال ما لقيتش ولكني ان شاء الله غادي يكون في تعاون في كذا اسم في بالي ان شاء الله غادي نهضر معاهم من الاسم اللي عطيتك برافو عليك ان شاء الله كما قلت لك كنفضل نصور الاغنيه المغربيه كنفضل صوره هي وتا انا بالنسبه ليا يستحسن انك تصدي تصوري اغنيه مغربيه وكما قلت لك بما ان ما كاينش جهه انتاج قويه وما كاينش حد شي حد يدير الاعمال بشكل صح انا مستمره وغادي ننتج لنفسي وغادي نطلع راسي حتى ان شاء الله القلب بغاو ولا كرهو طالعه 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 برافو صحه اوكي جميله ملي غادي تصوري مغربي اوكي اكيد غناخذوا حنا الاغنيه في بزاف تي انتوا اول ناس طبعا بلا قبل ما تهضري ياك قبل ما تهضري اوكي شنو بالنسبه لك بزاف تي في جينا بزاف تي في بالنسبه ليا طبعا كيما نقول لك نعاودها نقولها لك انا من عيطت لي قلت لي بزاف تي في فرحت بزاف 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 كنت كنتمنى اني ندير لقاء مع قناه مغربيه وفرحت بزاف وهاد الامنيه تحققت معكم انتوما فرحت بزاف اني درت لقاء معكم معك انت بالذات ومع بزاف تي في وانا فخوره كوني مغربيه في ناس كيقولوا هذه ما كتقولش ما كتهضرش على بلادها جات الفرصه باش نهضر على بلادي فخوره كوني مغربيه فخوره كوني انا ضيفه برنامج في قناه مغربيه مغاربيه باش الناس اللي ما شافونيش على طبيعتي وشافوا هضرتي يشوفوها قولي انا راه كنهضر مغربي رانا كنهضر مغربي مزيان ولكن ما كنعرفش نطيب لا هو سوا ماشي مشكل كملنا تفضحينا وفخوره جدا كوني انا يعني استضفتوني في هذا البرنامج الزوين وصح انا صار لي جايه من دبي ساعتين ولكني داك التعب كله مشى منين هضرنا ومنين لعبنا ومنين فزتي عليا باقي ما فزتش عليك مازال كملي راه تفوزي عليا صاحبتي وكملي زين اوكي نشوف وتنتمنى دائما 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 الناس اللي دابا كيتابعوني نكون دائما عند حسن ظنهم ويتابعوني ديما سواء السوشيال ميديا ديالي انستغرام فيسبوك يتابعوا ديما اخباري يتابعوا ديما ان شاء الله الخطوات الفنيه الجديده الجايه ان شاء الله اللي غنديرها وان شاء الله تعجبهم بعد يقولوا شي حاجه زوينه ان شاء الله وتكون ان شاء الله عند حسن ظنهم ان شاء الله اذا جليله عندي سؤال اللي هو غادي يكون اخر سؤال ديال نوار اللي هو السؤال اللي انت دابا غتفوزي عليا زعما الى كتاب انت يلا قلتي دابا الى كتب الله راه غادي نفوز راه غادي تفوزي ما تعرفي النتاحر راه بارفو كتوقع كطيح الويت او ميم طون تطيح البيضه سكيفي صافي الله يرحم الجيم الله يرحم الله يرحم الجيم اوكي اذا جليله ما خفتيش انك دابا اوكي دخلتي الموديلينغ نجحتي فيه دخلتي المجال الغناء نجحتي فيه دخلي للتمثيل اكيد غادي تنجحي فيه ولكن ما خفتيش من انتقاد ان الناس او الصحافه يقولوا هذه ما عندهاش شغل كدير كل شيء وي يعني ببخي يقولوا بقى ما لقاتش راسها ولا كتدخل راسها في 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 جميع المجالات يقولوا انا ما بالعكس انا حاجه ما كتضيفش ليا ما كان واخا يكتبوا اللي يكتبوه اي دونت كير انت ليا فكره كونغراتوليشن يكتبوا اللي يكتبوه انا ما كيهمنيش انا في شايفه راسي اي حاجه شايفه راسي فيها غادي نديرها فز فيهم بغاو ولا كرهوا يكتبوا اللي يكتبوه ما غاديش يقعدوني في الدار وما غاديش يعطلوني وما غاديش يخليني نفكر في هضرتهم اذا حاجه ما غاديش تضيف ليا ما غاديش نقراها
غندير راسي ما قريتهاش. برافو عليك. شنو البرج ديالك زليلة؟ سرطان. سرطان، برافو. إذا متبعيني في برنامج ديال بزاف ستار، والسرطان من أكثر الشخصيات العنيدة على فكرة، وعنده إصرار ماشي طبيعي. بزاف 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 تي في، وبزاف بزاف وبزاف جليلة. وبزاف جليلة. إذا جليلة أنت كتغني لاتينو؟ انا شوفي كنسمع بزاف ديال الاغاني، يعني كنسمع لكل شيء، ما عنديش حد معين كنسمع ليه. كنغني يعني كنسمع لاتينو، كنحس الدم ديالي كيغلي كيغلي. كنسمع اغاني كلها بجميع اللهجات، ما عنديش حاجه معينه كنسمعها، ما عنديش فنان معين انا يعني متعصبه ليه. عرفتي كنسمع كل شيء، صغير كبير، هندي لاتينو، كنسمع كل شيء. اذا ممكن نطلبش منك تغني مقطع ليا؟ انا مش عايش فزت عليك دابا، خصني كادو. ياك غتغني ليا شي مقطع لاتيني؟ شوفي هذه الاغنيه، هذه نغني مقطع صغير ولكني انا راه فيه الرواح. وي انا عارفك ديجا ضربك البرد. اوكي. الاغنيه هذه احنا كنلعبوا بلياردو، ولكن هي اغنيه ديال فوتبول. اوكي. ديال بصراحه المغني ما عرفش اسمي. المهم عرفتي الاغنيه؟ الاغنيه معروفه، كنت حتى بلاي ستيشن كتسمعيها. اي سي تي بيغو. داك اي سي تي بيغو اغنيه مشهوره جدا، كسرت الدنيا في في المشرق، في العالم، في حتى في الفضاء. اغني لك مقطع منها صغير، وبغيتكم تسمحوا لي حيت فعلا فعلا ضربني ضربني البرد بين الجبال. نوسا نوسا اسي فوسي ماتا Ay, se te pego, ay, ay, se te pego, delicia, delicia, así você me mata. Ay, se te pego, ay, ay, se te pego. برافو عليك. وكان لقاء واسمحوا لي دابا دابا غيطلعوا 100,000 حاجه، والله لا في الرواح. لا فكر رواح صافي. بالعكس غنيتيها زوين، و فريمو كان لقاء زوين بزاف. ربي يخليك. فرحت بزاف التواجد ديالك معايا اليوم. ودايره لك الريبون. وي راه شفت الريبون، انا جيت وسميتك فله راه باينه. خاص غير نقزم السبعه جيبيهم لي المره الجايه. صافي دابا نجيبهم. داكور. ربي يخليك ميرسي. اذا كلمه اخيره جليله لجمهورك في الوطن المغربي والمغاربي والعربي. طبعا كلمة الجمهوري الكاميرا ديالتي. كلمة الجمهوري أول حاجة بشكل خاص للمغاربة ولاد بلادي والمغرب بشكل عام، رتوحشتكم وغادي إن شاء الله نشوفكم، وغادي تفرحوا بي وغادي نفرح بيكم، وغادي نغني لكم مغربي، وغادي تفتخروا بي إن شاء الله، وغادي نرفع راسكم. وكلمة الوطن العربي طبعا والجمهور المغاربي ماشي غير المغربي، إن شاء الله أكون دائما عند حسن الظن ديالهم، وإن شاء الله حتى لو أغنيت أغاني ماشي شرط عربية أو خليجية إن شاء الله تعجبهم، وكن دائما عند حسن الظن إن شاء الله، وما يكتبوش عليا خايب. ما تكتبوش عليها خايب. صافي ظريفة جليلة مسكينة مالها. والله ظريفة كيوت كيوت بيس. أوكي جليلة ميرسي. ميرسي حبيبة. ثانك يو ثانك يو سو ماتش. فريمون كسبت ضيفه مميزه وصديقه كذلك مميزه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تكوني معنا في برامج اخرى ان شاء الله، ويكون عندك فيديوهات. انا هي الاولى. انت هي الاولى اكيد طبعا. انت يا انا الاولى يا بلاش. ساعتين ديال الطريق يا فلا. ما توضريش ليا ثاني ان شاء الله. وميرسي بوكو، وان شاء الله نشوفك ثاني. الجديد ديالك والجمهور ديالك يشوف الجديد ديالك ان شاء الله. اول حاجه انا بزاف تبارك.